فراجمنت لازم يكون عندك على ايه، على الاقل 15% من مساحه الهارد ديسك اللي موجوده عندك ان هي تكون ايه فري اللي موجوده عندنا. تحب اعمل لك الديفراجمنت اني واي، فانت تقول هنا يس او نو على حسب ما انت عايز. تعال نشوف السي عندي كده اهوت. متهيألي بقى السي ده اهوت عايز يعني يتعمل له ديفراجمنت اكيد يعني. لو قلت له انالايز كده فرجني على عندك ايه. شكله رهيب عشان كده يمكن هو جهاز بطيء. اللي انت لازم تعمل له ديفراجمنت لمين؟ للفوليوم ده اللي موجود عندنا. فده اللي هو الجزء اللي بيخص الديفراجمنت من خلال الديسك ديفراجمنت او من خلال اللي احنا بنسميها الجي يو اي اللي موجوده عندي. ممكن ان احنا نستعمل كوماند برومبت في ان احنا نستعمل امر ديفراج اللي موجود عندنا ده. هنشغل الامر اللي اسمه ديفراج دوت اي اكس اي. فروحت على ستارت واخترت من هنا سي ام دي وكتبت له ديفراج. هنلاحظ ان هوت الديفراج طبعا انا لما كتبتها له بالمنظر ده قال لي الامر اللي انت كتبته ده يعني مش محدد، فايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها؟ فانا ممكن اقول له مثلا ديفراج للسي او للدي اللي موجوده عندي تمام. وبعد كده اقول له ايه هنا هوت ماينس ايه. ماينس ايه يعني ايه؟ يعني ما تعملش ديفراج، اعمل انالايز اونلي. يعني بالظبط كده كانك دوست على الزرار وقلت له انالايز. يبقى انا هعملها ازاي؟ مثلا ديفراج للسي ماينس ايه، بدأ ان هو يعمل انالايز اللي موجود عندنا تمام. قال لي انت محتاج فعلا انت تعمل ديفراجمنت. طيب لو عملت ديفراج للسي ماينس اف يعني ايه؟ احنا قلنا ان انا الشرط اللي ما يكون موجود عندي لازم ان انا يكون عندي 15% مساحة فاضية. فهنا ده بيقول لي ايه، انا هجبر لك الديفراجمنت ان هو يشتغل حتى لو ما كانش عندك فري سبيس او كانت المساحه المستغله الفاضيه عندك از لو، يعني كانت اقل من 15% اللي موجوده عندنا. فيربس اوتبوت انا مش فاكر انا اشتغلت عليها من زمان، بس انا متوقع ان هي الفيربس اوتبوت دي هتديني ال 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 هتديني الاوتبوت في صوره ملف في النوت باد مفتوح، مش هيكون بالمنظر ده. خلينا نجربها مع بعض كده. ماينس في هقول له مثلا للسي باسم ايه اي اي دوت تي اكس تي. لا سايز اي تايب هشوفها لكم وارد لكم عليها فيها. طبعا اخر حاجه اللي هي ماينس علامه استفهام اللي هي طبعا بتقول لي ايه الامر ده تستعمله ازاي. فانا لو عملت ديفراجمنت مثلا كده ماينس علامه استفهام اللي موجوده عندي دوست انتر تمام، طلعت لي نفس الايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها بيها. هنا هنلاحظ برضو ان انا ممكن ان انا اعمل ديفراجمنت لماونت بوينت موجوده عندي. فانا ممكن اقول له ديفراجمنت للدي او ديفراجمنت للدي، وانا اكتب لي هنا الفوليوم اللي هو البارتيشن اللي موجود عندنا او الفوليوم والماونت بوينت اللي موجوده عندي هنا. احنا كنا عملنا في التمرين عملنا في السي داتا عملنا ماونت درايف اللي موجود عندي، والماونت درايف ده اللي هو كان بيشاور على مين؟ على الدي اللي احنا قلنا المساحة بتاعته اللي هي الفاضية اللي هي كام؟ 1%. فأنا لو عملت كده، لو رحت على ستارت وعملت ران وعملت سي ام دي وقلت له ديفراج للسي داتا اللي موجودة عندنا، فهنلاحظ ان هو بدأ ان هو يعمل انالايز اللي موجود عندي. وقال لي ان هو قال لي انت عندك التوتال اللي هو الهارد ديسك الاكسترنال بتاعي 112 جيجا اللي موجودين عندك، الفري سبيس بتاعك 1%،
تمام، فانت ايه مش محتاج، ما اقدرش اعمل لك ديفراجمنت تمام وانت 1% اللي موجود عندنا، فامسح شوية حاجات من ايه ان نيدد، الحاجات الفايلز اللي انت مش محتاجها من على الهارد ديسك. بعد التجارب انا عملتها تمام عشان اعرف لكم اللي هو على في ده بيعمل ايه، فانا لو عملت ماينس في تمام ودوست على انتر، هنلاحظ ان هو هيديني مجموعة كبيرة من الديتيلز الخاصة بالعملية الاناليز اللي موجود عندي، والفوليوم فراجمنت والفايل فراجمنت والبيشن فايل والفولدر فراجمنتيشن والماستر فايل تيبل، اداني مجموعة كبيرة جدا عن اللي هو ال output للعملية بتاعة الانالايز اللي موجودة عندنا، او اللي هو طبعا مش قادر ان هو يعمل ديفراجمنت. ليه؟ لان هو عنده هنا 1% في سبيس، فدي العملية دي اللي هي بتاعة الانالايز اللي موجودة عندي. ممكن لو انا عملت نفس الامر ده كده بالمنظر ده وعملت العلامة دي هيت وكتبت له بعد كده هو اسم الفايل اللي عايزه يطلع فيه الداتا دي، فاقول له حطه لي في السي علي دوت تي اكس تي، دوست انتر كانت فايند ذا فايل سبيسيفايد. اوكي نغير الاتجاه بتاع دي، هنلاحظ ان انا اوتوماتيك على طول ظهر عندي هنا فايل جديد، لو فتحته هلاقي فيه نفس المعلومات اللي موجودة عندي دي. يا جماعة انا ما انشأش الفايل اول، هو انشأ الفايل من نفسه. لو عملت نفس الامر ده كده وقلت له ادي السي بتاعي اهوت، اقول له مثلا اعمل لي الفايل ده اهوت باسم لولو انتر، هنلاقي ان هو انشأ فايل اسمه لولو اللي موجود عندنا وكتب لي فيه اللي هي الريزلت بتاعتي اللي موجود عندنا. اتمنى ان انا اكون اتوفقت في الشرح في الموديول دهوت، وكده احنا كده طبعا خلصنا شابتر 4، اتمنى ان هو ينول على اعجابكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. انا فصلت خلاص، اشوفكم على خير في موديول 5 ان شاء الله، ولو في حد عنده اي اسئله طبعا تقدروا زي ما انتوا حضرتكوا عايزين يعني، فانا بشارك في 5 منتديات وعندي الموقع بتاعي كمان، عملت فيه جزء خاص لأسئلة الناس. طبعا المشكلة ان انا بيجيلي كم ايميلات مهول وناس بتزعل مني عشان بتأخر، بس انا باخدهم بالترتيب، فيا ريت ان احنا ان انا طبعا انا كده كده يعني شبه يومي بلف على المنتديات كلها، ولكن انا عملت ان هو حاجة في الموقع بتاعي سميتها مساهمات الاعضاء اللي موجودة عندنا. فمساهمات الاعضاء اللي يهمني فيها ان انا ايه يعني، لو في حد سأل سؤال وحد فهم تمام يعني ممكن يرد بالنيابة عني تمام، وانا لو لقيت فيه غلطة في الإجابة او لقيت ان هو ما حدش رد، فساعتها يبقى اسمه ده هو انا هرد معاه، بس بحس ان ايه يعني تقلل الضغط شوية. فلو دخلت هنا على مساهمات الاعضاء، بس طبعا لازم تكون مسجل اسمك وكلمة مرور، وده طبعا احسن لك لان كل ما بنزل جديد ببعت للناس ايميلات المسجلة الموجودة عندنا. فنلاحظ مثلا عندي ان هو اتقسمت انا الى اقسام، اسئله الاعضاء هنا اسئله عامه اللي هي تخص اي كورس، ولكن هنا عندي اسئله تانية اللي هي بتخص كورس ويندوز اكس بي، فممكن نخش هنا ويبقى الناس تقدر تجاوب يعني مكان مركزي، عشان زي ما بقول لكم انا كاتب 5 منتديات، في ناس تانية اخذت مني تصريح ان هي ترفع الحاجات دي هي على المنتديات بتاعتهم، فانا ما اعرفش بصراحه مكانهم فين. فقسمت هنا ده اللي هو الجزء الخاص بالاسئله، عملت جزء تاني هنا اسمه مايكروسوفت وقسمته اسمه ده هو برضو القسم عام والام سي اس اي والام سي تي اس وسيسكو نفس الحكايه وكومتي نفس الحكايه وام اس اوفيس. ناس كتير قوي قالت لي احنا عايزين نشارك معاك في الموقع ونكتب وعندنا ملفات وعندنا مش عارف ايه، فعملت المنتدى محدش ايه كتب اي حاجه فيه او كتب رفع اي ملفات موجوده فيه. طبعا سواء هتكتب هنا او هتكتب في اي منتدى ان شاء الله يعني ايه انا كده كده براجعهم، بس ايه يعني انا كنت اتمنى ان احنا نتجمع كلنا في مكان مركزي. ده مش عليك اكتر من كده تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.